كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كنشكركم باسم جميع افراد طاقم المختبر على تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه هو المختبر في ظل جائحه كورونا. هذا الدور اللي القليل من الناس من يعترف به. صحيح ان المختبر لا يقوم باجراء تحاليل PCR حيث ان هذا النوع من التحاليل يتطلب معايير دقيقه من سيكوريتي ميكروبيولوجيك، الا ان تحاليل الدم التي تجرى في المختبر تلعب دورا محوريا في التكفل بالمريض سواء المؤكدة إصابته أو الذي تظهر عليه أعراض المرض في انتظار تأكيد إصابة دياله. هذه التحاليل كنتوصلوا بها ليلا ونهارا حتى في أيام العطل ونهاية الأسبوع. هذه التحاليل نقوم بإجرائها يا إما لمعرفة مدى تأثير الفيروس على جسم المريض وتكوين فكرة على مدى استقرار أو تدهور الحالة الصحية ديالو، أو لمراقبة الأعراض الجانبية اللي يمكن تظهر على المريض بسبب العلاج اللي كنعطيه للمريض المؤكد الإصابة ديالو. ومن هذا المنبر أود أن أشكر المبادرة الوطنية المندوبية الإقليمية للصحة بالصويرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعمالة الصويرة وعلى رأسها السيد العامل وجمعية سند اللي مكنونا من اقتناء جهازين للتحاليل الطبية، واحد الجهاز ديال تروبونين وواحد الجهاز آخر ديال الزلكتروليت. هما تحاليل اللي كنحتاجوهم دابا لمراقبة الأعراض الجانبية ديال العلاج، وكذلك غادي نبقاو دائما نستعملوهم وغيستفاد منهم المواطنين ديال الاقليم دائما واخا تسالي الجائحه ان شاء الله. واود ان اشكر كذلك المجلس الاقليمي للصويره وجميع المتدخلين الذين اشرفوا على عمليه اعاده تهيئه المقر الجديد للمختبر. ثم لا يخفى على المواطن الصويري ان عدد الحالات تزاد تكاثر بزاف في الاونه الاخيره، وهذا أصبح يشكل صعوبة على المختبر من ناحية تتبع تطور حالة كل مريض على حدة، بحيث أن كل مريض خاصنا نديرو ليه التحاليل ديالو ونتبعو الحالة ديالو ونقارنو التحاليل ديالو اللي دازو مع التحاليل اللي جاو باش نشوفو واش هو كيتدهور ولا كيستقر ولا كيتحسن. لذا فالمندوبية الإقليمية للصحة هي الآن في صدد مناقشة اقتناء واحد النظام المعلوماتي اللي غيمكن لنا ان شاء الله ويسهل علينا عمليه تتبع تحاليل كل حاله على حده. وشكرا جزيلا. كنشكر اولا العناصر ديال المختبر على المجهودات اللي تقوموا بها من اجل انجاز، بالاضافه للعمل اليومي ديالهم، انجاز مجموعه ديال التحاليل الطبيه الخاصه بكوفيد 19. ومن حسن الحظ ديالكم انكم تواجدوا في نفس الوقت اللي جا فيه واحد بريليمون خاص ان باسيون كوفيد، دونك غادي تتبعوا ان شاء الله المراحل اللي كيدوز منها هذا الدم في التحاليل ديالك. دونك اول مرحله بعد استقبال ديال الدم هو اننا
كنوضعوا حدود ديال البوندون 30 مينوت، هذه هي المرحله ديال ستيريليزاسيون ديال ليتيود، من برا باش نحيدوا اي الا كان الفيروس مثلا فوق ليتيود نحيدوا باش ما يتصلش به البيرسونيل ديال المختبر. اهم حاجه 30 مينوت غادي نبداو المراحل الاخرى ديال التحليل اللي غادي تتبعها معنا ان شاء الله. اوكي، من بعد مرور 30 دقيقه كنجيبوا هذا اليوتيوب. دونك المرحله كنعرفوا بان اليوتيوب ديال الكوفيد كيدوزو اون ايرجونس، يعني كنسبقوهم على باقي التحاليل، يعني فوا كنستقبلوا واحد التحليله ديال الكوفيد كنسبقوها على باقي التحاليل. دونك المرحله الاولى هي المرحله ديال فاز دو سيباراسيون ديال لو سيروم على الكيلو. دونك ستي فاز اللي كتاخذ 10 دقائق. دونك ممكن مريم، دونك بعد مرور 10 دقائق ديال لا سونتريفيكاسيون كنحصلوا على الدم بهذا الشكل هذا. دونك كنشوفوا بان السيروم يعني سيباري على لي كيلو. دونك حنا غادي نقلبوا في وسط السيروم على هذوك لي زيكزامان ولا لي بارامتر اللي بغينا. دونك نقوموا بهذا الاباراي اللي هو طوماط اليوشي، ونقوموا ديال هذا الطوماط كنديروا مجموعة ديال التحاليل اللي خاصة تكون بطريقة نظرا لضيق الوقت. هناك مجموعة ديال لي بارامتر الاخرين اللي كيداروا بدوت فايات، سواء لي فايات ديال النفاس ولا فين كنديروا التروبونين دي ديمار ولا لي ديليكتروليك. دونك نظرا لضيق الوقت اللي ما يسمحش باش نشرحوهم كاملين، ف نكتفيو بهذا لا بارتي خاصة بلا بوشي. بالنسبة للدور ديال تكميل المختبر في هذه الجائحة فهو يعني ما كيختلفش على أدوار ديال باقي الزملاء ديالو اللي في الصفوف الأمامية من الجيش الأبيض اللي كيحارب هذه الجائحة هذه، حيث أنه صحيح ما كيتعاملش بشكل مباشر مع المريض، ولكن كنتعاملوا مع السوائل البيولوجيه ديالو اللي هي بطبيعه الحال كتكون حامله للفيروس، يعني عن طريق يعني الطريقه باش تخاد هذاك المخيلمون باش تخاد هذيك العينه. بطبيعه الحال المستشفى الاقليمي كيحتوي فقط على 4 تقنيين ديال المختبر مجازين من الدوله بطبيعه الحال، وكذلك يعني الممرضتين يعني اللي كيعملوا في هذا المجال هذا بالليل، واللي كنتلقاو يعني العينات في النهار وكذلك في الليل. الاشكال كل الاشكال اللي كنخافوا منه هو انه يتصاب شي واحد فينا، ماشي على قبلنا حنايا، ولكن لانه الا تصاب شي واحد فينا فكما قلت لك العدد قليل بزاف، وبالتالي الا تصاب شي واحد فينا فغادي تسد اللابوراتوار، وهذوك الناس اللي حنايا اوسيرفيس ديالهم وحنا في خدمتهم ما غاديش يعني تبقى هذا المساله هذه. ونتمناو من الله سبحانه وتعالى يعني يحفظ البلاد ديالنا، ويرزقنا الله سبحانه وتعالى يعني يرفع علينا هذا الوباء هذا. وشكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.